خويا اش نقول لك بكل بساطه، انا واقف جنب العماره ونبص مع واحد 40 متر تنشوف تنسمع الضرب ديال القرطاس، انا تنقول واش هذا القنبو ديال العشوره، ولكن جاني الصوت قوي تنشوف واحد السيد ملاوح تنقول لك ما عنده شي مسبل ديال الجين ولا شي حاجه، نمشي قربت حداه تلقى عنده ثقبه في الصدر ديالو في الجانب الايمن، اذا النريه الاسعاف ما جاش حتى واحد الوقت كبير. السيد تنشوفو متقعرج ليه بدا كيصبر بحال يخاوي عليه الزعفران. المهم تنسمعو جاو الناس قالك راه واحد الولد ملاوح خدوتوه مشتت، واحد العسى جيت العمارة تحت اللوطين ديال الرجل تما هذاك ضربو في البلاصة طيحو. هادشي اللي كاين يا اخي، ما هادشي ما عمرك تنتوقعو. وليلة الله سيدي رحال كانت فيلاج هادي اللي بغى ينعم بالراحة وينعم بالهدوء كيجي ليه، دابا ولا العكس، العكس هو اللي ولا دابا.